فاطمة بن عسكر، عمري 31 سنة، نسكن في تونس. عندي إجازة في المحاسبة من المعهد الأعلى للتصرف في تونس. توا نخدم محاسبة في كابينة إكسبيرتيز كونتابل. بعد الباك توجهت لليسجي تونس، عملت سيونس دو جيستيون، وبعديك عملت سبيسياليتي سيونس كونتابل، وبعديك عملت سبيسياليتي كونتابيليتي. خديت الماتريز اون سيونس كونتابل 2005، لوجت على خدمه كيما لعبت الكل. اول مره خدمت دون اون سوسيتي اندستريال، بوي خدمت دون ان كابيني دو كونتابيليتي. دوبوي ماي 2008 خدمت في الكابيني ديكسبيرتيز كونتابل جوسكا سو جور، صافي 5 ans. خدمتي انا تتمثل في اني نعاون شركات ملي حلو، احنا نعملو لهم اسيستانس جوريديك، نحلو لهم كيما نقولو الريجستر دو كوميرس، الباتونت، كل شيء نحضروها باش تكون قائمه الذات. من بعديك نتلاو لها بالتوسكي كونتابيليتي، تصاريح جبائيه معناها كل شهر، تصريح السنوي، لي ديكلاراسيون نتاعها مع سي ان اس اس. باش نجم تخدم خدمة كونتاب لازمك تكون تحب الخدمة هذيك، مغروم بها، تخدمها بو. أنا باغ إكزومبل كنت نحب خدمة الكونتابيليتي، بالرغم اللي أنا عندي في الباك عملت باك مات، مي كنت نحب الكونتابيليتي وديما نخسر، اللي أنا نحب نولي إكسبير كونتاب. نقول للناس اللي مازالت كيما ترزت ولا اللي مازالت تقرا، نو بيغدي با إسبوار. والواحد كي في لوج على خدمه يلزم يلوج ديما عنده امل، ما يلزمش يكون ديزيسبيري. كان راهو دخل ديزيسبوار راهو زيت، ديما عندك هكا ليسبوار وديما موتيفي وديما تقول راني باش نلقى خدمه، راك باش تلقى خدمه، وتي فا ايفولوي وتي فا فوندي اون بون كارير.